وتنمل يا حنينة وكل اتباع. يا ربي خليك يا أمي. ترعاك صغيرا لترعاها في الكبر، تحمل بك وتنجبك للحياة، تهديك مما تملك ولا تنتظر مقابلا. الأمهات هؤلاء الجميلات التي برغم وجودهن في دار للمسنين إلا أنهن برروا وجودهن ذلك بأنه بإرادتهن. يعني بدل ما أقعد لوحدي ابني مش موجود هنا، فأنا هنا مبسوطة جدا. أنا موافقة عليها أن أنا جاية بخطري، مش جاية بحد زنقنا عليها، إنما أنا جاية بخطري هنا في رعاية. بتحس كده انك انت في بيتك، مش في دار مسلمين، احنا هنا في فندق لرعاية المسلمين. كل واحد اهله بيجوا يزوروه بمنتهى البساطة واتواقع، واحنا اللي اخترناه، مش وانا جاي هنا انا وجوزي، احنا الاثنين متفقين سوا ان نيجي هنا ومبسوطين الحمد لله. بدل مع بعض ماشي الحال. حسيت ان انا هكون في بيتي او احسن امان برضك، لان مره كنت عامله بعمل اكل وكنت باخد علاج كده وكنت تعبانه شويه، فيا دوبك لحقت الشقه يعني كان الاكل هنا. هما بيجوني ولادي بس انا مش عايزه اتعبهم، حرام. عارفه انت ظروف الحياه كده، وستاتهم عندي الباشمهندس محمد استاذ ايهاب، ستاتهم كويسين الحمد لله يعني، بس انا مش عايزه اتعبهم. انا هنا الحمد لله حاسه بالراحه وبالامان، وكل اللي موجودين اخواتي وحبايبي ان هم ما قصروش بصراحه. انا اللي حبيت ان انا ما اتقلش على اولادي، لان كل واحد احنا في زمن كل واحد اللي فيه مكفيه، فكل واحد وراه بيته وعياله وكده، فانا ما بحبش ان حد يعني اتعب حد من اولادي وكده. اتحلت على المعيش، وبعدين اولادي اتخرجوا، واحد دكتور واحد مهندس واحد محاسب دولي، كلهم اشتغلوا بره، فطبعا ما رضيوش يخلوني اقعد في البيت لوحدي، ومش مطمنين انهم يجيبوا حد يقعد معايا، لان لو حصل اي ظرف يخافوا انها ما تتصلش بيهم او تقول لهم. طلباتهم لم تكن كثيرة، سترا وصحة ودعاء لا ينقطع لأبنائهن، أظهرنا بحكمة الزمن التي مررنا به سلاما كملائكة على الأرض. كنا الأول عندنا حساسية إن هما ما بيجوش، بييجوا بيعملوا، دلوقتي خلاص بقينا تأقلمنا على كده، بقالنا دلوقتي وقت كبير فتأقلمنا على كده، اللي يجي أهلا وسهلا واللي ما بيجيش أهلا وسهلا. أتمنى الستر برضو وحب الناس لي، والحمد لله ده موجود. بتمنى يعني كل الناس كل البلد تبقى كويسة الحمد لله. يعني انا بقول ربنا يخليهم، يعني الواحد ما يشربش نار حد فيهم، والواحد يموت كده سليم كويس. انا هنا احسن من بيتي الف الف مره، بلاقي ناس اكلمهم في برضو بيعملوا لنا لما بنطلب مثلا حفله او اي حاجه بيهتموا ان هم يعملوها لنا ويبسطونا ويسعدونا، كل ده مهم، المعامله اهم حاجه. هنا الخدمات كلها متاحه بيسر حقيقي، يعني لو انا عاوزه جزار، عاوزه قصدي حداد، عاوزه بتاع نجار، اي حاجه على طول في الحال بيجيبوا لنا. في البيت مش متاحه الحكايه دي. انا مش حاسه بافتقاد، ليه؟ لاني انا هنا جايه عشان الونس، ولاني انا ما بحبش الوحده، يعني بعد ما جوزي توفى فحسيت بالوحده شويه، فطبعا حوالي اخواتي وكله، لان انا ما عنديش اولاد، فكل الناس حبايبي كلهم برضو ما زالوا بيقولي هنا. ربنا يدينا الصحة وما احتاجش لحد وما رقدش وما تعبهمش ولا تعب ولادي. بتمنى لولادي انهم يكونوا في أسعد حال، وربنا يحقق لهم اللي في بالهم هم وأجيال أولادهم اللي هم أحفادي، لأني بحبهم جدا. اللهم أنا عايز أسمع صوتكم واطمن عليكم، وربنا يطمن عليكم إن شاء الله بكل خير، ويوفقكم في عملكم وينجح مقاصدكم ويديكم الصحة والعافية، وأشوفكم بكل خير إن شاء الله. أتمنى ربنا يوفقنا في حياتنا، وربنا يدينا الصحة ويكفينا شر المرض. تبدو البسمة على شفاههم، والرضا تعبرنا به كلماتهن، لكن أعينهن حملن دموعا خفية يحاولن تجنب إهدارها متظاهرات بالقوة. سارة شلبي،
صباح دريم. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اتباع يا ربي خليك يا أمي. اللي والدته موجودة وعلى قيد الحياة يوطي بوس إيديها ورجليها ويتمنى رضاها ودعوتها.